السلام عليكم الإخوان، وصباح الخير عليكم ومرحبا بكم في كانتي والدرني المينيت ديالو. غادي نشوفوا الخيول اللي غتكون في لي غران فافوري والدوزيام فافوري، وغادي نشوفوا شكون هما اللي كاينين اللي في الجران اوتسايدر. صراحة غادي نمشيو لعند الفافوري ديالنا، كين هو السيز الاستعراض، هو العود اللي غيكون جران فافوري. سيزار دو بالون هو العود لجران فافوري، وكاين سانت بير رقم واحد، وكاين اكزيميا رقم 12، والكاتريان فافوري هي ويرتا رقم 4. كاينين جوج فيميلات وكاينين جوج ديال لي هونجر. ولا جينا نشوفو هاد 6 ان 12 كات، يعني هما الربعة الاولين ديال الباريتيرف، هما الربعة الأولين ديال الباريتيرف. والباريتيرف كتقول لنا كان تجيب جوج ديال الخيل. التوقع ديالي الإخوان 6-12، لاباز ديال 6-12 أو لا أن كات، هادي لوجيك اللي بغينا نلعبو هاد اللعب ديالهم 6-12 أو لا أن كات، ديما عودة مع هونجر. واللوجيك كاين هاديك 6-1 وتموت لينا 12-4، جي 6-1 وتموت لينا 12-4. كاينين ثلاثة ديال الاحتمالات، ان 6 6 12 ان 4، هادو هما الاحتمالات. و الى خدينا الكات مثلا، لعبنا الكات، تنظن هي الفيميل الوحيده اللي نقدروا نعتمدوا عليها الى خدينا الكات. او لا خدينا الدوز نفس الحاله، نفس الحاله، يعني اللي فيميلات اللي نقدروا نختاروهم هي دوز او الكات. بالنسبه لخدينا الكات ما غنلعبوا لا دولا 3، هذا توقع ديالي. الا خدينا الكات ما غاديش نلعبوا لا دولا 3، غادي يسهل اللعب. الا خدينا 6 12 خصنا نلعبوا في دو 3، ولا خدينا ان 6 خصنا نلعبوا في دو 3. المهم الاخوه راكم فهمتوا القصد ديالي. غادي نمشي لعند الاوتسايدرات ديالي، كاين الخمسة وكاين 13 بدرجة أولى 5-13. الخمسة غادي بواحد وعشرين، 13 غادي بخمسة وعشرين. دونك خيول نقدر نعولو عليها هاد جوج ديال الخيول. إلا لقيتو، إلا درنا لاباز ما فيها باس، غادي نمشيو لعند داك الأونز نديرو نخليهم ور إكس، لأن لجا غادي يخلص. الخيول اللي غتبقى كخيول في الكوفراج كاين الويت وكاين السات، كاين الويت وكاين السات. إلا خدينا مثلا اللي غيلعب أن كات في لاباز، عندو أن كات في لاباز، غيمشي لعند ويت سات، واحد فيهم خصو يختارو في القاعدة ويت سات. المهم إخواني، انا غادي نخلي لكم في اخر الفيديو، وتحياتي لكم الاخوان، وخليت لكم الراحه ومع السلامه.